طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها الحضور، وأتمنى أن تكون هذه الورشة بمثابة بداية لعمل جائزة حمدان الالكسو للبحث التربوي للموسم الجديد. نتشرف في هذا اللقاء أن نقدم شرح لهذه المعايير بطريقة مختصرة ومفيدة، إن شاء الله يفيد المتقدمين لهذا العام. سوف نبدأ حديثنا من المقدمة عن هذه الورشة إلى أن نصل إلى الجدول الزمني لمنح الجائزة. أوكي. فقبل ما نبدأ في المقدمة، يجب أن نقضي بعض الأشياء المفيدة عن يعني كمقدمة تعريفية للجائزة. طبعا كلنا نعرف أنه تم إطلاق هذه الجائزة منذ سنين عددة، من سنة زمان يعني، ولكن هذه السنة كان هنالك تعاون وشراكة مع الالكسو اللي هي المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، وذلك بهدف يعني مشاركة الجائزة في نشر الوعي البحثي والارتقاء بالأداء التعليمي إلى مصاف الجودة والتميز. كما عرفنا أنه دائما جائزة حمدان تسعى إلى التميز، وهذه فرصة أن نضيف من جوانب أخرى مثل البحث التربوي حتى أن نصل إلى جودة في العمل وتميز في الأداء. ولذلك نسعى أن تشجيع الباحثين التربويين لإثراء المكتبة التربوية العربية بالبحوث المختلفة وبما كل ما هو جديد من يساعد على تطوير العملية التربوية. أيضا الجائزة تهدف إلى نشر الممارسات التربوية الناجحة في الميدان محليا وإقليميا وعالميا. كما هو معلوم الآن يعني سمعة الجائزة تعدت الآفاق المحلية والإقليمية إلى العالمية. فإذا يعني الهدف من جائزة حمدان الالكسو للبحث التربوي المتميز هو يعني جائزة تربوية تهدف لنشر ثقافة البحث التربوي وpopularity للبحث في مجالات المحلية والإقليمية والعالمية. طيب، على أي أساس تقوم هذه الجائزة؟ طبعا الجائزة تقوم على فلسفة تربوية علمية موثقة من خلال الأبحاث ومن خلال نتائج هذه الأبحاث. وصلنا إلى قناعة أن البحث التربوي هو دعامة أساسية لتقديم خدمات تعلم أفضل لأبناء الوطن العربي، لأنه البحث هو القوة بها خلف الأداء الجيد للمعلم. المعلم يكون متميز حينما يسند تدريسه على نظريات أو على يعني أسس نظرية وأسس تطبيقية قائمة على نتائج البحث وكذا. ولذلك نجد أن الاهتمام بالبحث التربوي يغني ويثري العمل التربوي. كيف؟ أنه يخلي العملية التربوية ناجحة لأنه يستند على إطارات بحثية متميزة وموثقة علميا بالأدلة العلمية من خلال البحث. أيضا ترتكز الجائزة على أنه اكتشاف الممارسات التربوية الناجحة وتعميمها على المعنيين يساعد على تنشيط الحركة التربوية في الميدان التربوي. تنشيط الحركة التربوية يعني تبادل العلمي والثقافي وممارسات الجيدة ومثل هذا القبيل يعني. أيضا يعني ترتكز الجائزة على أنه البحث التربوي يقود إلى معالجة أي مشكلات تربوية في إطارها الصحيح ورجعها إلى ما هو صحيح ومن خلال الأدلة العلمية المستنبطة من نتائج هذه البحوث، لأن البحوث تثبت بالتجربة أن هنالك مثلا إجراءات صفية مفيدة، هنالك مثلا طرق تدريس جيدة أثبتت جدارتها، فممكن المعلمين أن يستفيدوا منها، وبالتالي نكون عالجنا بعض المشكلات، تأخر تعلم مثلا أو يعني بعض السلوك الغير يعني مرغوب فيه في المدارس، التربية البيئة الصفية، الموارد، استخدام الموارد الحديثة وهكذا. كل هذه تثبت بالتجربة أنها يمكن أن تصحح من العمليات التربوية وتساعد على تحقيق المخرجات بطريقة يعني جيدة وكذا. أيضا الجائزة تهتم باكتشاف الباحثين وتقديمهم للمجتمع التربوي بحيث أنه نحتفل بهم، بحيث أنه نحفزهم لتقديم عطاء أكثر. ولو شفنا في الدورات السابقة نجد أن كثيرا من المعلمين تميزوا من خلال هذه الجائزة وأصبحوا هم يعني مثال لغيرهم ونموذج يحتذى به في جميع الدول العربية وحتى محليا يعني. وكلما كان هنالك فائز كلما اتلفت الناس حوله ورأوا كيف فاز هذا الشخص، وبالتالي يحاولوا أن يقلدوا ويحاولوا أن يستفيدوا من هذه التجارب الجيدة. وحول العالم أيضا نحن نقول أنه نحتفل بالتميز، كلما كان
هنالك احتفال بمتميزين كلما كان أبرزنا هذه الجوانب لمجتمعاتنا التربوية. طيب قبل ما نمشي لقدام خلينا نشوف من هم الباحثين المستهدفين بهذه الجائزة أو بهذه الحركة الجيدة في البحث التربوي. أولا يعني نتوقع من كل أبناء الوطن العربي والمقيمين في دولة الإمارات والعاملين في الميدان التربوي والمهتمين بالبحوث التربوية ممكن أن يكونوا يشاركوا في هذه المضمار. يبقى الجائزة تستهدف أي شخص يتعلق ب أو مرتبط بالمجال التربوي يكون من إحدى الدول العربية أو مقيم في دولة الإمارات العربية المتحدة يمكن أن يشارك. خارج دولة الإمارات العربية أيضا هنالك 21 دولة عربية يمكن أن أي واحد منهم شغال في المجال التربوي يمكن أن يشارك في هذه الجائزة. وبالتحديد ممكن يكون معلم، ممكن يكون مدير مدرسة، ممكن يكون اختصاصي اجتماعي، ممكن يكون اختصاصي نفسي، ممكن يكون أستاذ في الجامعات وكذا. ولذلك نهتم بالجوانب التربوية أينما حلت إذا كان في المدارس أو في الجامعات أو في المعاهد. فده الشخص الباحث المستهدف بهذه الجائزة. أيضا توقع أن تقدم الجائزة الشخص يتقدم للجائزة في أكثر من مجال ولكن يجب أن يكون باحث رئيسي في واحد فقط. يعني بالإمكان أن يفوز في أو في الإمكان سوري أن يشترك في أكثر من بحث ولكن يجب أن يكون باحثا رئيسا في بحث واحد. فممكن يقدم على إنفراد وممكن أن يشارك مع مجموعة أخرى. والشراكات الآن أصبحت مرغوبة على مستوى العالم لأن الشراكات تقود إلى نهايات جيدة ونهايات مفيدة. ولذلك كلما كان هنالك بحوث مشتركة لاحظنا من التجارب أن قيمتها ونوعيتها وفائدتها بتكون أعمى وأشمل. طيب هذه ما يخص بالباحث، ما هي الشروط المستهدفة أو ما هي البحوث المستهدفة بهذه الجائزة؟ طبعا كل البحوث التربوية، جميع البحوث التربوية إذا بأنواعها المختلفة، طبعا عندنا مجموعة من البحوث قد تكون تطبيقية، قد تكون إجرائية، قد تكون مسحية، قد تكون دراسة حالة، قد تكون هنالك 5 أو 7 أنواع من البحوث. الشرط الأساسي أن تكون أول حاجة هذه بحوث تربوية نمرة 1، ونمرة 2 تتميز بالأصالة العلمية والجودة والتي يمكن أن تفيد العاملين في الميدان التربوي. يعني بحث بفكرة جديدة بمنظور جديد أثبتت أصالته، أثبتت قوته في تميزه، أثبت أن هنالك نجاحات بهاين أو خلف هذا البحث يمكن أن يشارك ويمكن أن تكون هنالك فرصة للفوز بالجائزة. البحوث التي توثق لتجارب تربوية متميزة في الميدان التربوي، نحن عندنا 22 دولة عربية، هناك تجارب مختلفة في معظم الدول. الهدف من هذه الجائزة أن نتيح مجال لمشاركة التجارب الجيدة المتميزة في أي من الدول العربية الاثنين وعشرين. ولذلك يعني هذه الجائزة تمنح الباحثين في الدول العربية من أن توفر فرصة يعني جيدة بالنسبة لهم لنقل أفكارهم المحلية من المحلية للإقليمية. هناك بحث متميز في دولة الإمارات يمكن أن يعاد أو ينشر أو يستخدم في الأردن أو في مصر أو في الجزائر وهكذا. يبقى البحوث التي توثق لتجارب تربوية متميزة في الميدان التربوي على نطاق واسع مما يؤدي إلى يعني تؤثر في الميدان في عمليتي التعليم والتعلم، هذه هي البحوث التي نسعى إلى يعني الاحتفال بها والتميز فيها ويعني يعني تحفيزها وكذا. ممكن بحوث تكون تطويرية ما شفنا يعني مجال معين تطور مقاييس تربوية، تطور أدوات تربوية، تطور يعني مناهج وفق المناظير الحديثة وهكذا، ممكن أن تعتبر أيضا من البحوث المستهدفة بهذه الجائزة. أيضا البحوث التي تعالج مشكلات تربوية مباشرة، مشكلة التسرب المدرسي، مشكلة البيئة الصفية، مشكلة المناهج، عدم موافقة المناهج، كل شيء يمكن في إطار الميدان التربوي ممكن أن يشارك في هذه الجائزة ببحث أو كذا. هذه الشريحة قدامنا تعطي قراءة من الماضي. ما هي قراءة من الماضي؟ أن نشوف من خلال 6 دورات الأخيرة كيفية المشاركة وما هي البحوث التي شاركت في الجائزة وما هي الدول المشاركة في الجائزة. لو رجعنا للخلف ورا شوية 2015-2016 اللي هي الدورة 17 كان عندنا فقط 20 بحث مشارك في هذه الجائزة
جايه من 9 دول. لو تلاحظ ان هنالك زياده مطرده من الدوره 17 الى الدوره 23 المنتهيه هذا العام، هذا الصيف يعني. فكنا في 2015 عندنا فقط 20 مشاركه، في 2020 21 اللي انتهت قبل شهر تقريبا او شهرين كان عندنا 135 بحث جاي من 13 دوله من الدول العربيه. ماذا نستنتج من هذا الجدول؟ نستنتج انه هذه الجائزه اصبحت يعني ليس فقط في الشهرة وإنما في الأهمية، وذلك بزيادة عدد المشاركات من سنة إلى أخرى. لاحظ في 2015 2016 20 2016 17 29 وهكذا، فهنالك زيادة مضطردة في عدد المشاركات. هذا يدل على أولا أهمية الجائزة، نمرة 2 الاعتراف ب يعني مضامين هذه الجائزة وأهميتها بالنسبة للميدان التربوي، 3 يمكن ان تكون يعني نجاحات التي يلقاها الفائزون من هذه الجائزه وسمعه طيبه لهذه الجائزه خلت الناس تشترك اكثر. يعني كان عندنا تقريبا 7 أو 9 دول في الدوره 17 و18، لا عندنا 13 دوره، ولذلك نحن نطمع للمزيد من ذلك، لانه 13 تقريبا حوالي 50% فقط من الدول العربيه هي مشاركه، ولذلك نطمع أن تكون المشاركات متنوعة عشان نثري الميدان التربوي الأول ثم تأتينا مشاركات من مختلف الدول. هذا الدليل طيب، إنما الآن نحن في تطوير وإن شاء الله إن شاء الله سوف نسعى دائما، الجائزة تسعى لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من المشاركات من الدول العربية المختلفة. يبقى خلاصة هذا الجدول أنه يعني أعطانا صورة من ماضي المشاركات في هذه الدورة أو في هذه الجائزة حتى آخر دورة اللي هي الدورة 23. نتمنى أن الدورة 24 يعني تزيد عدد المشاركات من 135 وتزيد عدد الدول المشاركة من 13. طيب طبعا اللي بيحبوا يشاركوا يعرفون يحبوا يعرفوا أنه ما هي الجائزة وما قيمة الجائزة. الجائزة عندها قيمة أدبية وقيمة مالية. طبعا يعني لابد أن نحتفل بالجوائز الأدبية أكثر من القيمة المالية، لأنها تعبر تعبير مباشر عن صدق هذه الجائزة وعن الاهتمام الذي تجده من إدارة الجائزة ومجلس أمناء الجائزة. يبقى هنالك 4 جوائز سنوية تقدم لجائزة حمدان الالكسو الاسم الجديد طبعا، قيمة كل واحدة منها تصل إلى 25,000 دولار أو ما يعادله بالدرهم. يبقى لكل فائز هنالك فرص 4 فرص للفوز الجائزة، يعني معظم البحوث حنشوف بعد شوية تقييم إذا وصلت إلى هذه المرحلة تفوز، حتى يمكن أن تفوز أكثر من 4 بحيث أنه يكون في حل ثاني لموضوع الجائزة، لكن مثبت حسب اللوائح أن هنالك 4 جوائز سنويا تمنح، كل واحدة منها قيمتها 25,000 دولار أو ما يعادله، بالإضافة إلى شهادة تميز وكأس تميز تسلم في احتفال رسمي تقدم الجائزة في كل عام. طبعا السنة هذا العام أصبحت التقديم طبعا وفقا للإحترازات الصحية والحالات الصحية الموجودة في العالم كانت عن طريق الأونلاين، لكن في السابق كنا نحتفل مباشرة مع بعض ويستلم الفائزون جوائز مباشرة من مسؤولي الجائزة. الشيء الآخر المهم اللي هو أيضا يعني تنشر هذه الأبحاث الفائزة في مجلات دورية. أنا عندي هنا كتابين بس ما أقدر أشوفهم اليوم من الدورات السابقة بشكل كتاب، وهذا هو الإنجاز الأعظم للباحثين كونه يرى أن أبحاثهم منشورة في كتب ويمكن أن تقسم أو توزع على الدول العربية والمدارس والجهات الثانية تستفيد منها. هذا إنجاز أهم من القيمة المادية، ولذلك أنا قلت أن القيمة الأدبية تفوق القيمة المادية، لأن كون طباعة هذه البحوث بشكل كتيبات تكون متواجدة في المكتبات العربية ويستفيد منها الباحثون والطلاب والدارسون بطريقة أفضل وأفضل. طيب ما هي شروط الاشتراك في هذه الجائزة؟ في مجموعة من الشروط تخص الباحثين وشروط أخرى تخص البحث نفسه. خلينا نشوف نذكر بشروط الباحثين، ما هي شروط الباحثين؟ أولا أن يكون الباحث من مواطني إحدى الدول العربية 22، يعني من أي دولة ممكن تقدم في أي دولة أخرى إذا كنت مقيم في تلك الدولة وتعمل طبعا في المجال التربوي. بس لا يجوز أن نشترك بأكثر من بحث واحد زي ما أنا ذكرت قبل،
في البداية كباحث رئيسي. يعني ممكن تكون عندك بحث خاص بك كباحث رئيسي لوحدك أو مع شخص آخر، ويمكن أن تشارك في بحث آخر يعني بغير صفة الرئيس، يعني تكون مشارك عادي في بحث آخر ممكن، وتكون باحث رئيسي في مجموعة أو لوحدك في بحث. يعني في فرصة أو أكثر من فرصة للاشتراك، يا إما تشترك كباحث رئيس ببحثك أنت خاص بك أو معك شخص أو شخصين آخرين، على أن تكون أنت الأساسي. الأساسي هو الذي يكتب اسمه الأول والذي مسؤول عن التواصل مع الجائزة ومع اللجان وكذا، يعني ويقوم بالعمل الأكبر يعني. أما الباحث الغير أساسي قد يكون مشارك ولكن بصفة أقل من الباحث الأساسي. يعني إحنا نشوف إحنا في البحوث العادية التي تنشر في المجلات تعطى الأفضلية للباحث الرئيس، بحيث أنه يكون اسمه أول واحد. نمرة 2 يقوم بمعظم العمل أو جزء كبير من العمل. نمرة 3 يكون هو حلقة الوصل بين الباحثين والمجلة التي تنشر فيها، ده في حالة المجلات البحثية. نفس الشيء في الجائزة، هنا ممكن أن يكون باحث رئيسي ومسؤول عن التواصل مع الجائزة وكذا، وممكن يكون باحث غير رئيسي في بحث آخر أو بحثين أو أكثر آخرين صفته غير رئيسي. طيب، أن يكون الباحث من الذين يعملون في الميدان التربوي أو مشتركا مع أحد العاملين في الميدان التربوي، هذه برضو مهمة جدا. ليش؟ ليه؟ لأنه الجائزة تهدف إلى الارتقاء بالعمل التربوي، ولذلك لا بد أن يكون الباحث يعمل في المجال التربوي أو في مدرسة أو في وزارة أو كذا، أو يمكن أن يكون مشارك مع أحد يعني في الميدان التربوي، يعني كأن يكون مثلا على سبيل المثال دكتور في جامعة معينة في كلية الهندسة ممكن، ولكن له اهتمامات بحثية، ويمكن أن يشارك مع معلم في المجال في أي مجال المجالات التربوية، لأنه هنا الصفة حتكون لواحد من العاملين في الميدان التربوي، وبالتالي أو مشتركة مع أحد العاملين في الميدان التربوي. يبقى ممكن يكون خلفيته الأكاديمية تختلف شوية من الميدان التربوي، ولكنه مشارك مع شخص في الميدان التربوي. طبعا في المستقبل ممكن ننظر إلى أنه في حالة البحث أن يفوز أو يطلب تعديلات. طبعا عمليات التحكيم بتمر بعمليات بخطوات مختلفة، وبالتالي هنالك مراجعة وتدقيق على هذه البحوث، وبالتالي قد تنتج منها بعض الملاحظات، وغالبا كذلك في ملاحظات وفي تعديلات وفي يعني استفسارات وكذا من اللجان المختلفة التي تقدم وتقيم هذا البحث. فلا بد أن يلتزم الشخص المقدم أن بإجراء هذه التعديلات متى ما طلبت أو وصى بها المحكمون في حالة ترشيح البحث للفوز بالجائزة. طبعا احنا كل عام يكون في لجنة، هذه اللجنة مهمتها تسهيل عمل التحكيم والقيام بالتحكيم نفسه، وبالتالي يعني تقدم بعض الملاحظات أو بعض الأشياء التي تحتاج إلى تعديل قبل أن يتخذ قرار في البحث، وبالتالي يلزم هذا الباحث أن يقوم بإجراء التعديلات. هذا شرط، إذا لم يقوم بإجراء التعديلات فبالتالي معناه قد يكون فقد الأهلية للمشاركة في الجائزة. أيضا من الأشياء المهمة كشرط يعني أن يقدم الباحث إقرار بالتنازل عن حقوق الملكية الفكرية للبحث للمؤسسة، لأن المؤسسة حتقوم بالنشر البحوث الفائزة في كتيبات وتقول لها مباشرة الملكية الفكرية، وبالتالي لابد أن يكون في إقرار بالتنازل عن الحقوق الملكية الفكرية بالنسبة للباحث، لأنها تتحول مباشرة إلى الجائزة في حالة الفوز. طيب إذا ما فاز ممكن يقدم المرة القادمة والبعديها والبعديها إلى أن مثلا يجد الله يساعده في أن يفوز، لكن متى ما فاز البحث تنتقل الملكية الفكرية للجائزة، حتى أن تستطيع أن تنشر هذا البحوث أو هذا البحث في الكتب في شكل كتيبات وتوزع على المؤسسات التعليمية. طيب، هذا نموذج الإقرار طبعا يكون على موقع الجائزة موجود، يجب أن تعمل تيك عليه وتوقع باعتبار أنك أنت أكملت التعهد. طيب، ما هي الشروط التي تتعلق بالبحث؟ يبقى ذكرنا شروط الباحث ومن الدول العربية يقوم بالتعديلات، يعني وجزء من العاملين في الميدان التربوي أو من التعامل مع شخص آخر وكذا. هنالك شروط محددة بالنسبة للبحث. واحد، أن يلتزم الباحث بالمنهج العلمي المتعارف عليه في البحوث العلمية. يعني صراحة هو لا يوجد منهج علمي معين، ولكن هنالك عناصر يجب أن تتبع في كتابة البحث التربوي،
وهو زمان يسموها مناهج العلمية، ولكن الآن ممكن نقول أنه لا يوجد منهج علمي معين، ولكن هنالك عناصر يجب أن يشتمل عليها البحث، اللي هي العناصر المعروفة من مشكلة البحث إلى المراجع. ويمكن أن يكون البحث بهذه الطريقة مرتب من حيث المقدمة ومشكلة البحث والإطار النظري لهذا البحث والدراسات السابقة والإجراءات والنتائج ومناقشة النتائج والخلاصة والتوصيات ثم المراجع. تقريبا هذا هو الشكل العام بالنسبة للبحث، عشان كده نسميه المنهج العلمي. يعني المنهج العلمي هو الطريقة المتبعة في كتابة البحوث. أن يقدم البحث تجربة متميزة قد تساهم في تقديم حلول أو توصيات تستفيد منها الميدان التربوي. طبعا الخلاصة الأساسية لأي بحث تربوي أن يقدم تجربة متميزة، أن يقدم حلول لبعض المشكلات التربوية، أو يقدم بعض التوصيات التي يعني تساعد في إيجاد حلول لمشكلات تربوية موجودة في الميدان. وبالتالي هذه هي الأشياء المهمة في البحث، لا بد أن يكون يقدم تجارب مميزة. ولذلك هذا الذي هو الشيء الذي يميز البحث الذي يفوز أو يتقدم في خطوات التقييم وغيره. أن نلتزم أيضا بالقواعد المطلوبة فيما يتعلق بكتابة البحث التربوي. معروف أنه البحث فيه قواعد له، إذا كانت على الطباعة، على الحجم، على عدد الأوراق، كذا. ومن خلال ملاحظاتنا هنتكلم عنها later on يعني بعد شوية، ولكن التزام بعدد الصفحات البحث هذا من الأشياء المهمة، وما زلنا نعاني منها في اللجان، لأنه اتصلنا في كل عام يعني 100 صفحة 80 صفحة في أشياء يعني كان يمكن أن تقتصر في حدود الشرط الأساسي اللي هو 25 إلى 30 صفحة لكل بحث. طبعا في ناس قد يزيدوا بصفحة أو صفحتين، ليست شرطا أن يكون 30، يمكن يكون 32 33 أو 35، ولا يمكن أن يكون مثلا 70 صفحة أو 80 صفحة أو 104 صفحة وهكذا. فالتزام بالقواعد المطلوبة في كتابة البحوث يعني هذه مهمة جدا جدا. أولا نوع الورق، الفونت سايز، حجم البحث، عدد الكلمات فيه وعدد الأوراق فيه، يعني بالحساب بالكلمة أو بعدد الصفحات يعني. أيضا التوثيق العلمي الصحيح اللي هو عن طريق المنظمة الأمريكية للنفسيين APA اللي هو American Association for Psychological Association، اللي هو طريقة معينة للتوثيق ومتبعة ومعروفة، ومعظم الباحثين بيكون على دراية بهذه الطريقة العلمية للتوثيق. نستقبل معظم أو كل البحوث باللغة العربية الفصحى اللي هي لغة المنطقة، ولكن في بعض الحالات تقدم لنا بلغة أخرى فيجب أن يكون معها يعني ملخص باللغة العربية الفصيحة. يعني آخر دورة وصل للجنة يعني بحث باللغة الفرنسية وما كان فيه ترجمة باللغة العربية، ومع ذلك حكمنا ومر على التحكيم وكذا، يعني استعنا بناطقين باللغة الفرنسية وتم التحكيم إن شاء الله تعالى. أيضا يجب أن يراعى أيضا بعض الأشياء المطبعية واللغوية وكذا، لأنه هذه يحاسب عليها البحث. يعني إذا كان البحث فيه أخطاء مطبعية، أخطاء لغوية إملائية، يجب أن يتفاداها الشخص، لأن هذا البحث يشارك أو تشارك يعني يعرض على كثير من الناس، حتى لو كان قيم يعني جيد جدا ممتاز في المحتوى بتاعه ربما يفقد الفرصة أن يفوز. ليه؟ لأن اللغة غير سليمة وهنالك أخطاء، وهنالك أخطاء مطبعية وأخطاء لغوية وكذا. فلذلك نحرص على أن نقدم مادة علمية متميزة في كل المجالات، من اللغة إلى المحتوى إلى الأشياء الأخرى التي تحسب على البحث. طيب، أن يتحمل الباحث المسؤولية المهنية والأخلاقية نحو الآخرين في حالة قبول ونشر البحث بواسطة إدارة المؤسسة. معنى هذه العبارة معنى جيد ومعنى مهم جدا جدا. المسؤولية المهنية الأخلاقية دي تتضمن أشياء كثيرة جدا، منها نقل الأفكار بدون توثيق، الاستعانة بأشخاص آخرين لكتابة البحث، استخدام أدوات بطريقة غير قانونية، أدوات بحث يعني استبانة أو اختبارات أو امتحانات دون أن نأخذ أذونات من الجهة التي تمنح الأذونات إلا إذا كانت هنالك متوفرة ومعروضة
للاستخدام بدون أي إذن مسبق وشيء من هذا القبيل. يبقى المسؤولية المهنية الأخلاقية هي كل ما يترتب على البحث من إقحام بعض الأشياء غير أخلاقية وغير مهنية دون توثيق أو دون استشارة أو دون إذن محدد من الجهة الناشرة لهذا البحث. أن لا يكون البحث مقدم مستخرج بصورة مباشرة أو غير مباشرة من رسائل أكاديمية، وذي تكلمنا فيها المرة كل مرة يعني، لأنه الأعمال التي تقدم في شكل رسائل أكاديمية ماجستير أو دكتوراه أوريدي يعني تمت يعني الحكم عليها ويعني ريوردد، يعني الشخص استفاد منها خلاص، أخذ بها شهادة إما ماجستير أو دكتوراه، فلا يمكن أن يعيدها مرة أخرى ويأخذ بها جائزة مثل جائزة الشيخ حمدان، فلا بد أن يأتي بعمل نظيف جديد وليس له علاقة بعمله السابق، حتى مش الماجستير والدكتوراه، إنما بحوث منشورة في مجلات أخرى، لأنه أيضا بيتصنع بعض الأحيان بحوث منشورة في مجلات علمية وهذا يتنافى، إذا منشور خلاص لأنه موضوع انتهى، أما إذا بحث نشجع الأفكار الجديدة والأبحاث الجديدة. لا يكون البحث قد حاز على جائزة أو درجة علمية أخرى، أيضا هذه من مشكلات الناس يقدمون ما شاء الله الدولة فيها مجموعة من الجوائز، فيتقدم في كل سنة نفس البحث يقدم إلى جائزة من الجوائز أوكي. خارج الدولة في الدول العربية الأخرى هنالك بعض المنافسات على جوائز علمية وتربوية، أيضا الناس ممكن يستغلوها يقدموا هناك ثم يجون يقدموا عندنا في هذه الجائزة، فليس من بالإمكان أن تقدم بحث فاز سابقا في جائزة من الجوائز محلية كانت أو إقليمية أو حتى عالمية. أيضا تكلمنا عن أنه لا قد سبق نشره، يعني ما نجيب بحث منشور في مجلات تربوية أو في مؤتمرات علمية ونجيب ونقدمه على أساس أنه يكون جديد، طبعا ده كله يتعلق بالمسؤولية المهنية والأخلاقية في هذا الناحية. أن يتضمن البحث توصيات تحقق الاستفادة العلمية، الجزئية دي مهمة جدا جدا، لأنه نلاحظ أو اللجنة بتلاحظ في كل مرة يكون هنالك توصيات منمقة وجميلة ولكنها ليست قائمة على شو؟ على يعني نتائج البحث، ولأنها شرط أساسي فالناس بيكتبون يجب أن تكون هنالك توصيات، مع أنها توصيات يمكن أن تحقق وكذا عملية، ولكنها لا بد أن تقوم على شو؟ على نتائج البحث، ما تجينا توصيات يعني من خارج البحث. في ايضا في البحث يجب ان تكون هنالك السريه الكامله للاشخاص الباحثين، يعني لذلك لان البحث يقيم افراد والافراد قد يكونوا لهم علاقه او يعني حتى نضمن سريه التحكيم احنا نزيل كل الاشياء التي تظهر شخصيه الباحث، الاسم والعنوان والجهه والدوله وكذا، يعني يجب ان يكون ده في صفحه واحده بحيث انه نتخلص منها لما نقدم هذا البحث للتحكيم، حتى نضمن الحيادية ونضمن أيضا لأنه ما يكون هناك فيه تأثيرات يعني على المحكم. طيب لسه في أشياء مهمة جدا في معايير التقييم اللي هي في الشكل قدامنا ده، الجائزة تهتم من عنوان البحث إلى آخر شيء في البحث اللي هو المراجع، يبقى التقييم ببدأ من العنوان، هل العنوان مناسب؟ هل العنوان يرتبط بالمحتوى؟ هل العنوان يعكس المتغيرات إذا كانت هنالك في متغيرات وكذا؟ ويجب أن يكون العنوان مختصر ويعبر عن الهدف من البحث والمستهدفين منه وفي أي مرحلة من المراحل التعليمية، ما هو الموضوع التربوي الذي يحدده، يعني لا بد أن يكون يعني reflective يعكس محتوى البحث أو محتوى المتغيرات التي يهتم بها البحث. أهم شيء العنوان يا جماعة، لكن لاحظنا أنه هنالك أحيانا كثير يجينا عنوان شيء ولما تقرأ الملخص وتقرأ البحث تلقاه شيء آخر، وبالتالي ارتباط العنوان بين محتوى ومضمون البحث ضروري جدا جدا. الملخص والمستخلص أحيانا جائزة محددة 250 كلمة، ولكن يعني تصلنا 600 كلمة و1000 كلمة وهكذا، يبقى هذا إخلال بواحدة من القواعد أو معايير التقييم، فيجب أن نلتزم بأنه محتوى من ترم الكلمات يكون محدد حدود 250 كلمة. بعدين الملخص هو عبارة عن البحث لكنه ملخص، يبقى يشمل المشكلة، يشمل الأدوات التي استخدمت في جمع البيانات، يشمل البيانات وتحليلها
ويشمل مناقشتها، وهنالك توصيات ممكن أن تكتب في هذا ضمن 250 كلمة. يبقى الملخص يبدأ بتحديد مشكلة البحث ويصف العينة والإجراءات والأدوات المستخدمة لجمع البيانات وجمع الأدلة، ويوضح أيضا النتائج ومناقشتها بطريقة يعني مختصرة، ويوضح أهمية البحث وأحيانا كيف يرتبط هذا البحث برؤى ورسالة الجائزة. ده كله يمكن يكون في حدود 250 كلمة. أصالة البحث، وهذه هي أيضا تعطى أولوية. الأصالة يعني معناها أتينا بشيء جديد يساهم في تحسين العملية التربوية. يبقى فكرة البحث قد تكون جديدة غير مكررة، أو ممكن تكون قديمة ولكن الباحث يتناولها من زوايا تكون جديدة وغير مكررة قبل كده. يعني ليه؟ لأنه معظم المجالات في التربية تقريبا نجد فيها بحوث يعني، ولكن نحن ممكن نجدد هذه البحوث بإجراءات جديدة، بأفكار جديدة، بطرائق جديدة. يبقى يمكن تكون الفكرة قديمة ولكنها مستحدثة من حيث التقديم ومن حيث التنفيذ ومن حيث الإجراءات المستخدمة فيها. فأهم شيء يجب أن تكون الفكرة جيدة وجديدة وغير مكررة أو مستهلكة في البحوث العربية. المشكلة يجب أن تكون حقيقية تعالج قضية جديرة بالدراسة. يعني في بعض المشكلات ليست ذات أهمية، يعني لأنه إحنا دائما نوازن بين أهمية البحث و الأهمية التربوية. يعني هذا البحث قد يكون ما عندهش أهمية علمية كثير، ولكنه يساهم تربويا بطريقة ما أفضل من غيره، وممكن نأخذ في الاعتبار يعني. بالتالي لا بد أن هذه البحوث أو الأبحاث تساهم في تحقيق رؤية المؤسسة، اللي هي نشر التميز ونشر المساعدة على نشر ثقافة البحث. يبقى لما نأتي ببحث نخلي بالنا في أنه هذا البحث إلى أي مدى يحقق رؤية المؤسسة من حيث الابتكار، من حيث إثراء المجال التربوي، الميدان التربوي، أو من حيث نشر ثقافة البحث التربوي وسط التربويين. فإذا كانت الإجابات نعم معناه أن هذا البحث أصيل يعني. أيضا في الأصالة لابد أن يكون حديث غير منشور، يعني ليس منشورا، او هنالك يعني ابحاث تشبه في يعني لاحظنا انه نجد كثيرا من الابحاث متشابهه، الفرق فقط في مثلا تغيير متغيرات المستقله او الغير مستقله، وتغيير طفيف يعني. وبالتالي يكشف انه هذا يعني مماثل لبحث اخر قدمه الباحث في مجال اخر او في مجله محكمه وكذا. يجب أن تكون شنو المتغيرات ذات صلة مباشرة بموضوع البحث، وأيضا يعني لابد أن يكون هنالك إطار نظري مبني على مراجعة الدراسات السابقة، وهتكلم عنها بعد شوية. الدراسات السابقة كثير من الزملاء يعني يقدمون دراسات سابقة ولكن لا يستفيدوا منها، بحيث أنه يعني طرحها بيكون في شكل مراجعات فقط، أنه هذا وجد وهذا وجد وهذا يشابه وهذا لا يشابه وكذا. الدراسات السابقة هي عبارة عن طريقة لتثبيت البحث الجديد في مجال في طريقة معينة، بحيث أنه لا يكون تكرار للبحوث السابقة. يعني الدراسات السابقة تتيح لنا كمراجعين على أن نتفهم الموضوع من مختلف الزوايا، ونحدد الفجوات التي تركتها البحوث السابقة حتى نحن نكمل هذه الفجوات أو نحاول أن نقفل هذه الفجوات. أما كثير من الحالات لا نجد هذه العبارة أين يقف هذا البحث من البحوث السابقة، تكون هنالك مقارنات أن هذا البحث يشبه هذا ويختلف مع هذا. هذا أنا بشوفه يعني عبارة عن يعني تحليل وليس تحليل بالطريقة العلمية الصحيحة. يجب أن نحدد أين يقع هذا البحث من خلال الدراسات السابقة، أين يختلف معها. ليس اختلاف فقط، وإنما هنالك فجوات، هذا البحث يجب أن يركز على تلك الفجوات، وده بيعطي هذا البحث بيعطيه شخصية. يعني شخصية البحث تظهر من فرق بينه وبين الدراسات السابقة، وأيضا تزيد على أنه يحدث هذا شخصية للبحث
الباحث نفسه، يعني يتميز الباحث نفسه عن الدراسات السابقة في هذا المجال. طيب، الإشكالية الكبيرة بيجينا في الإطار النظري. الإطار النظري يعني معظم البحوث اللي بتصل بيشتركوا في قاعدة واحدة، يركزون على الجوانب المفاهيمية التاريخية المعرفية وينسون الجانب النظري. نحن سميناه الإطار النظري أو مسمى الإطار النظري، معناها لابد أن يرتكز هذا البحث على إطار نظري، على نظرية واحدة أو اثنين أو ثلاثة تخليه تسند، وهذا البحث يقوم على هذه النظرية وليس سرد تاريخي معارفي مفاهيمي لمشكلات البحث. فمعظم الناس بيكتبوا عن تاريخ المشكلة، ويكتبون عن تطور المشكلة، ويكتبون عن الدراسات السابقة لها علاقة بالمشكلة. الإطار النظري معناها القاعدة التي يستند عليها هذا البحث، وبالتالي نقول هذا البحث مثلا يستند على نظرية البنائية، بحيث أنه يتكلم عن كيفية التعلم النشط وكيفية تطبيق التعلم النشط في الميدان، أو يقوم على نظرية بياجي بحيث أنه حدد مجالات للنمو المعرفي للطالب أو النمو العقلي للطالب وكذا. ولذلك تقوم هذه البحث على مثلا يستند على أنه فكرة النظرية بياجي ذات الأربعة فيزز أو محاور، ممكن يكون البحث ده يقوم على هذه النظرية وهكذا. يعني لا نضيع الوقت في إعطاء جوانب التاريخية والمعرفية في الإطار النظري، وعادة يكون الإطار النظري عبارة عن ثلث أو almost يعني 30-40% من البحث، وهذا يدل على أن هناك في خلل، لأن ركزنا على جوانب معرفية وتاريخية وتعريفية للمصطلحات وكذا، ونسينا الشيء الأساسي اللي هو الإطار النظري الذي تقوم عليه أو يقوم عليه هذا البحث. هذه هي تقريبا معايير التقييم المستخدمة، ولسه نحن عندنا أشياء أخرى. أهداف البحث والمشكلة والأسئلة. أهداف البحث يجب أن تكون واضحة وسليمة في كتابتها ومرتبطة بصورة مباشرة. يعني أيضا في إشكالية من النماذج اللي احنا شفناها أنه الأهداف قد تكون يعني محدودة في صياغتها، بحيث أنه طبعا لا يمكن أن نصيغ هدف بحثي يتضمن الإجابة بنعم أو لا. لابد أن نكون هنالك مجال لطرح الأفكار وتنظيمها بحيث أنه يعطي هدف واضح ويمكن تحقيقه. يعني أيضا هنالك مشكلة البحث يجب أن نهتم بها. مشكلة البحث لابد أن تكون محددة واضحة، وتقدم للقارئ مبررات مقنعة لقيام البحث. عشان هذه المشكلة مهمة وأهميتها كذا يقوم هذا البحث. وتصاغ المشكلة ليس بخلفية نظرية ولكن من واقع، يعني من واقع تجارب سابقة بحثية، من واقع ملاحظات شخصية، من أدلة استخدم. يعني مثلا على سبيل المثال ممكن نرجع إلى دراسات المقارنة، مثلا تيمس. دراسة التيمس بتحدد مثلا هناك النتائج للطلاب في الصف الرابع والصف الثامن مختلف العالم، مختلف الدول المشاركة. مثلا أنا أقول والله أنه فيما يتعلق بمستوى الطلاب في العلوم أو في الرياضيات ليس جيدا، بدليل أنه في آخر دراسة مقارنة تيمس كانت متوسط طلاب كذا. وهذا يستدعي تقصي ويستدعي أن نشوف دراسة بحيث أن نحاول أن نحل هذه المشكلة. يبقى بدينا بدليل من مثبت من دراسات إمبريقية سابقة زي ما في التيمس، ونمشي إلى ممارسات الصفية كمعلم أو شخص يرتبط بالميدان التربوي. نلاحظ أن هنالك في صعوبة في فهم بعض المفاهيم العلمية مثلا أو الرياضية، وبالتالي تأتي هذه المشكلة في هذا السياق. يبقى كده أنا أطرت إلى هذه المشكلة من خلال دراسات سابقة ومن خلال ملاحظات شخصية داخل الصف، ووضعتها في بلورة بحيث أنه يمكن تقصيها ويمكن القيام بها. ولذلك هذا ينعكس من مشكلة البحث اللي هي مرتبطة ارتباط مباشر بالأهداف وبأسئلة البحث. يبقى بعض الملاحظات أنه نجد أهداف البحث في كورنا أو في جهة، وأسئلة البحث في جهة أخرى. معروف أنه لا بد أن يكون في ارتباط وثيق بين أهداف البحث وأسئلة البحث.
طبعا مسألة الفروض والفرضيات للبحث وكذا أصبحت الآن يعني ليست بالصورة المهمة، وبالتالي أنا أفتكر أنه ليس الشرط أساسي أن يكون هناك فروض، لأنه في بعض المناهج البحثية يعني تستغني عن الفروض، ولذلك لا نعتبر أن الفرض البحث هي شرط أن يكون يحقق حتى ينجح البحث، لا أبدا، يمكن يكون بدون فروض أو فرضيات، لأنه ليست هناك قاعدة عامة تضمن أن الفرض أو الهايبوثيسيس يجب أن تكون موجودة، لا، في كثير من البحوث الجيدة المتميزة قائمة على مشكلة، قائمة على أسئلة وأهداف، ولا تذكر الفرضيات. الفرضيات تذكر في حالة أن يكون هنالك بحث جديد 100% لا توجد له خلفيات تاريخية ولا علمية، فيمكن أن نفترض شيء. أما الآن في كل المجالات التربوية هنالك بحوث مقدمة، وفي كل المجالات تقريبا يعني في كثير من البحوث متوفرة، يعني وبالتالي ليس داعي هنالك أن نفترض، وإنما ممكن أن نأخذها في سياق وخاصة البحوث الكمية، يعني لا نحتاج إلى هذه الفروض بهذه الطريقة. طبعا هناك فروض أو فرضيات ممكن تستخدم في البحوث النوعية بحيث أنها تقود الباحث في اتجاه معين هو يسعى إلى تحقيقه. أهمية البحث أو من الأشياء التي يجب أن نركز عليها أن البحث لا بد أن يكون يقدم إضافة علمية للميدان التربوي، ويؤدي إلى إحداث نقلة نوعية أو مساهمة واضحة في مخرجات الميدان التربوي. يعني لا بد أن يكون هنالك مساهمة من هذا البحث، ويفتح مجال لإجراء بحوث أخرى. يبقى الاسبيكوليشن يعني مهمة جدا جدا، إحنا لما نصل إلى نتائج بحث ما معناه خلاص حلينا المشكلة، هنالك مشاكل أخرى ترتبط بهذه النتيجة يجب أن نفكر فيها، ويجب أن تكون هي موجه للدراسات المستقبلية، وبالتالي كن ساهمنا في زيادة الوعي التربوي بهذا البحث وبمخرجاته. طيب أهداف البحث لابد أن تتفق الأهداف مع الأسئلة. قبل شوية احنا قلنا مرات نجد الأهداف في ناحية والأسئلة في ناحية، لا، هنالك ارتباط وثيق جدا جدا من أهداف البحث وأسئلته، وكذلك المنهج المستخدم، لأن الأهداف والأسئلة هي التي تحدد طبيعة المنهج الذي سيتبع في هذا المجال. يعني مثلا دراسة تتعلق بآراء المعلمين حول سياسة تربوية معينة، طبعا واضح أنه ده مسحي، نمسح آراء المعلمين، وبالتالي المنهج يكون اللي هو يكون سيرفي أو يكون دراسة وصفية مسحية. أيضا اتفاق الأسلوب الإحصائي مع المنهج المستخدم، طبعا إذا كان هناك منهج مسحي وصفي ديسكريبتيف نستخدم معه الأشياء المعروفة في الإجراءات الإحصائية من خلال البيانات، قد تكون نسب مئوية، قد تكون ديسكريبتيف ستاتستيك وصفية فقط، ما أكثر من ذلك. عرض إجراءات الدراسة بوضوح مهم جدا، لأن هي التي تعكس، وخاصة في الدراسات الكوازي إكسبرمنتال اللي هي شبه التجريبية، لأنه يقول إحنا عملنا كذا وعملنا كذا، وبعد شهر أو شهرين قسنا معدل نمو الطلاب ومعدل مستوى الطلاب فوجدناه متفوق وهنالك فرق بين البيانات القبلية والبعدية. لا بد أن نكون الإجراءات واضحة، كيف تمت معالجة التدخل، كيف تمت الظروف التي كانت متوفرة لمقارنة بين المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة وهكذا، لابد أن تكون واضحة حتى نثق في نتائج هذا البحث. يجب أن نوصف العينة بطريقة دقيقة جدا جدا وواضحة، وكيفية تم اختيارها، لأنه المناهج البحثية تتطلب عينات مختارة بطريقة معينة. إذا حبينا أن نعمم فكرة البحث إلى يعني دول أخرى أو إلى يعني أنظمة تعليمية أخرى، يجب أن نكون عملية الإجراءات واضحة بحيث أنه توضح هل هناك في خلل ولا لا. وبالتالي لابد أن نوصف أدوات جمع البيانات بوضوح والتأكد من صدقها وثباتها. نتكلم عن الاستبانات، نتكلم عن الاختبارات المعرفية، نتكلم عن الملاحظات، البطاقات الملاحظة، كل الأدوات التي تستخدم يجب أن تكون موثقة، والبروبرتيز بتاعتها التحليلية يعني مثبتة كده من حيث الصدق والثبات ومن حيث يعني التجانس فيها وكذا، كن موثقة وكن ثابتة يعني.
كذلك التحليلات الإحصائية يجب أن تنعكس أو تعكس يعني أهداف البحث ومستوى البيانات التي تم جمعها. يعني مثال مثلا جمعنا بيانات يعني توصيفية ليس أكثر من أنه نحللها عن طريق الفريكونسي ديستريبيوشن أو التكرارات والنسب المئوية، ولا يمكن أن نطبق على ديسكريبتيف سوري انفرنشال ستاتستيك أو إحصائي استدلالي، لأنها البيانات لا تتفق مع طبيعة التحليل أو الجوانب التحليلية في الإحصاء الاستدلالي. طيب، وآخر شيء عرض النتائج بطريقة واضحة وأن تجيب أو نجيب على الأسئلة التي ذكرناها في البداية، وأيضا إذا كان عندنا فروض يجب أن نربطها بهذه الفروض، إما نقبل هذه الفروض أو ريجكت هذه الفروض. يجب أن يكون هنالك تجانس من أهمية البحث وأهدافه وإجراءاته إلى نتائجه وإلى مناقشة هذه النتائج. طيب، لما عملنا النتائج لابد أن نناقش النتائج ونفسرها. يعني في الباب قبل الأخير لاحظنا أنه في بعض المشاركات تدمج النتائج مع المناقشة، وأنا بشوف هذا خلل كبير جدا. لابد أن يكون هنالك باب أو فصل كامل للمناقشة يختلف عن النتائج. النتائج إحنا نعرض النتائج كما توصلنا إليها من خلال الأدوات المستخدمة. تفسير النتائج ومناقشة النتائج يجب أن يتم بطريقة لوحدها، يعني بطريقة جيدة نتناول نتيجة ونحاول نربطها. إحنا عندنا دراسات سابقة تكلمنا عنها، لابد أن نربطها بنتائج الدراسات السابقة. هل نحن نختلف زيها نختلف من معها أو لا نختلف معها؟ هذا واحد. نمرة اثنين، ما هو الجديد في هذه النتائج حتى نضفي إثراء أكثر للنتائج الأوريدي موجودة في الدراسات السابقة؟ وبالتالي هذه هي المنطقة التي يتميز فيها الباحث ويكون شخصية بالنسبة له ولبحثه. عشان كده نجد كل باحث يختلف عن الآخر في هذه النقطة، ويقدم ويناقش نتائجه من خلال فريمورك الدراسات السابقة ومن خلال تحليلاته الشخصية، وأحيانا لا توجد نتائج موجودة في الدراسة السابقة، وبالتالي لابد أن تفسرها أنت كباحث بطريقة منطقية ومعقولة، ويجب أن يتقبلها القارئ الكريم، ويجب أن أيضا توثق، يعني حتى لو جربها شخص آخر يصل إلى نفس النتيجة. وبالتالي مناقشة النتائج هي المرحلة أو العنصر الذي يضفي شخصية البحث وشخصية الباحث تتعكس هنا. فيقول لك هذا البحث يعني ليس أتى بجديد، لماذا؟ لأن المناقشة كانت هزيلة وكانت بسيطة ولا تخرج من ربط هذه النتائج بالدراسات السابقة. لابد أن يكون في تحليل، لابد أن يكون في reflection يعني تأمل في هذه الدراسة أو في النتائج، لابد أن يكون هنالك في رؤى جديدة مبتكرة من خلال هذه النتائج. يبقى تفسير النتائج ومناقشتها بصورة معمقة وشاملة ضروري، وتفسيرها أيضا ومناقشتها في ضوء الدراسات السابقة، وتفسيرها ومناقشتها بطريقة علمية تحليلية، وبعد ذلك نقدم شنو عملية يعني تطبيقات عملية بناء على نتائج البحث، ونربطها بأشياء موجودة في الميدان، أو نحاول أن نقول لماذا ظهرت بهذه الصورة. الناحية الأخرى اللي هي التوصيات. التوصيات يجب أن تقوم الجماعة على نتائج البحث وليس من عندنا. يعني في كثير من الأحيان نجد التوصيات لا ترتبط بنتائج البحث. بحث يتكلم عن آراء المعلمين حول سياسة تربوية معينة. واحد يكتب توصيات أن يقوم مثلا تدريب المعلمين على كذا، لا، المعلم ما يعني نتائجهم كانت جيدة، كان البرسبشن بتاعهم أو آراهم كانت عالية جدا نحو السياسة التربوية المذكورة، وقد تكون آراء إيجابية خالص. لماذا ندربهم؟ لأنهم مثلا 90% أو 99% منهم كانت آراءهم تتفق مع هذه السياسة التربوية. طيب، ليش في التوصيات نكتب أنه يجب أن يكون هنالك تدريب لهذا المعلمين على الأسس التربوية أو السياسة التربوية الجديدة؟ لا، هو already أثبت أنه هو معها ويفهمها، ويعني إجاباته كانت في الاستبانة مثلا كانت عالية جدا جدا، يعني 90% و90% تتوافق مع السياسة التربوية. لماذا نعمل له تدريب؟
شايف؟ فده هو الفرق بين التوصية الواقعية التي ترتبط بالنتائج وتوصية غير واقعية لا ترتبط بالنتائج. فأهم شيء أن تكون التوصيات مرتبطة بنتائج البحث وأن تكون محددة ليست عامة. يعني في أشياء في بعض الحالات نرى أنه في توصيات تكون عامة يعني تنفع مع كل بحث. يعني إذا توثيق المراجع وذي بتودينا للناحية الأخلاقية اللي تكلمنا عنها في البداية. يبقى يجب أولا نلتزم بأسلوب التوثيق المتبع اللي هو الـ APA يعني الـ American Psychological Association، أن تشمل قائمة المراجع جميع المصادر التي وردت في المتن. وأيضا من ملاحظاتنا نجد أن هنالك بعض المراجع تذكر في المتن ولا توثق في قائمة المراجع، أيضا هذا خلل يعتبر خلل. كذلك حداثة المراجع وشمولها، احنا مرات بنحسب نحن في 2020 مثلا او 2021 نعتبر مثلا يجب ان تكون هنالك اكثر من 50-60% من المراجع حديثة. ما هي الحداثة؟ نعتبرها من 2012 مثلا تعتبر حديث. انا اخر بحث حكمته شفت انه في 24 مرجع او يعني في القائمة، منهم فقط 4 يعتبروا من 2010 أو بعد 2010. طيب هذا يعطيني مؤشر أن هذه المراجع ليست حديثة، وإن كانت 2004-2003 فرق كبير يعني من 2004 إلى 2020 أو 21 حوالي 17 سنة، هنالك تغير في المناهج، هنالك تغير في أساليب البحث، وبالتالي يجب أن يكون يعني في بعض المراجع سيمينال يعني مهمة وجيدة. يعني مثلا كريكولوم ديفلوبمنت لواحد اسمه تايلر من 49، هذا كتاب يعتمد حتى الان من المراجع الموجوده سنه 49 ولكنه يعني يمكن الرجوع اليه حاليا الان. يعني فمعظم المراجع يعني القدم بتاع المراجع ليس من تاريخ الاصدار وانما بالمحتوى، ونجد احيانا كتاب 2004 و2005 ومع ذلك محتواه يعتبر قديم، يعني ليس يعني لا يواكب مثلا البحث المقدم في 20. يبقى حداثة المراجع يحكم عليها بمحتواها ومضمونها وبالسنة التي ألف فيها أو طلع فيها هذا المرجع. وبصورة عامة يجب أن تكون هناك في مراجع حديثة لأخذ في الاعتبار أنه آخر تطورات في هذا المجال، يعني بحث منشور أو يقدم لجائزة في سنة 21 يجب أن تكون هناك في مراجعة أو في دراسات حديثة حتى يعني تكون أنت ملم بآخر التطورات في هذا الجانب. في ملاحظات مباشرة على بعض البحوث ودي أنا أفتكرها أيضا مهمة جدا يجب أن نراعيها. يعني هذه الملاحظات من خلال البحوث اللي بتصل إلى اللجنة وإلى الجائزة، فبعض هذه الملاحظات نعتبرها مهمة جدا. ليه؟ لأنها بتعكس كل سنة تتكرر. أول واحد في هذه الملاحظات اللي هو تكلمنا عنه بس خلينا نركز عليه شوية اللي هو اختيار العنوان المناسب للبحث. يجب على الباحث أن يفكر جيدا في عنوان بحيث أنه يربطه بمضمون البحث وبمتغيرات البحث. يعني حاجة بسيطة ولكنها مهمة جدا في التقييم، لأنه حنشوف نموذج التقييم بعد شوية ونشوف من أول الملاحظات فيه اللي هو العنوان هل مناسب ولا غير مناسب. كتابة وعرض مشكلة البحث. أيضا في ناس يعملوا نظريات من عندهم صفحتين ثلاثة ثم بعد ذلك يأتي إلى المشكلة. يعني مشكلة البحث يجب أن يعطر لها في سياق واضح بحيث أن تكون هنالك واقعية في صياغة المشكلة، وهنالك فعلا يعني من خلال الكتابات تعكس أن هنالك في مشكلة تربوية يجب أن تستحق الدراسة وتستحق التقصي هذه. يبقى كتابة وعرض مشكلة البحث. الكثير من البحوث المقدمة للترشح للجائزة لا يكشف أصحابها عن مشكلة البحث بالمعنى المفهوم المؤسس الواضح، وهذه مشكلة كبيرة تنقص من قيمة هذا البحث. أيضا عرض وتحليل الدراسات السابقة، أنا قبل تكلمت عنه لكن أيضا ده من الأشياء الملاحظة، وفي كثير من البحوث يعرض بعض الباحثين الدراسات السابقة بطريقة يعني بطريقة بسيطة جدا جدا وبطريقة نقل مباشر من حيث المحتوى والأسلوب وكذا، أو في طريقة ثانية وأيضا يعني كثيرا جدا نلاحظها أنه كل دراسة بعنوان دراسة حسن ودراسة أحمد، وهذا ليس تحليل ولا عبارة عن نقل لهذه الدراسات السابقة وتحويلها من صورة إلى صورة فقط.
الدراسات السابقة قلنا زي ما ذكرت أنا في البداية هي مجال لوضع البحث الجديد في سياق هذه البحوث. كيف يعني نميز هذا البحث؟ هذه البحوث السابقة تحدثت عن كذا وكذا وكذا، ولكنها لم تتحدث عن هذا وهذا وهذا، ولذلك هذا البحث يهتم بهذه الجوانب التي لم تناقش في الدراسات السابقة. فائدة بتاعت الدراسات السابقة، أولا إثراء المعرفة بالموضوع، موضوع البحث، يعني نأخذ حصيلة معرفية من الدراسات السابقة، كيف هذا البحث وما هي علاقته بهذه المتغيرات. نمرة اثنين، معرفة الفجوات التي لم يناقشها أو تناقشها الدراسات السابقة، على أساس أنه نعمل situation لبحثنا، نحطه في طريقة بحيث أنه لا يقلد البحث اللي قبله ولا يكرر البحث اللي قبله، إنما يأخذ العبرة من البحث اللي قبله في أنه لم يتطرق لهذه الجوانب، وبالتالي تعطيني direction أنه نوجه البحث بتاعي بحيث أنه يأخذ هذا الاتجاه. أيضا مراجعة الدراسات السابقة تعتمد على نقل النتائج مباشرة، هذا وجد وهذا وجد وهذا لم يجد وهكذا. لا بد أن تكون قلنا هنالك critical نواحي تحليلية لهذه النتائج، لماذا ظهرت بهذه الصورة؟ ربما الباحث لم يعمل كذا وكذا وهكذا، لا بد أن نحللها بحيث أنه نولد أفكار ونظهر شخصيتنا. أنا قبل قلت identity بتاعت الباحث مهمة جدا، لا بد أن يكون عنده شخصية تصهر هنا في المتغير. الشخصية تصهر بالآراء والتحليلات الشخصية. أيضا استخدام الأدوات، إذا أمكن في أدوات مشابهة نستخدمها أفضل، لماذا؟ لأن هذه الأدوات مقننة وواضحة ويعني مجربة، لأنه بناء أداة جديدة يتطلب جهد ويتطلب توثيق ويتجنب أيضا يعني تثبيت الخصائص السايكومترية لهذه الأدوات الجديدة. هنالك زي ما ذكرنا ضعف في مناقشة النتائج، وهذا يظهر في كثير من البحوث، يعني وهذه النتائج تشابه دراسة فلان وفلان وتختلف مع فلان، لماذا تشابهت ولماذا اختلفت؟ يجب أن نصر، لا نقف على أنه هي تشبه نتيجة فلان وفلان وتخالف نتيجة فلان وفلان، يبقى ما أتينا بشيء جديد، لا بد أن يكون عندنا مساهمة في هذه المشكلة بناء على يعني رؤيتنا نحن وبحثنا نحن الجديد. طيب التوصيات تكلمنا عنها، قلنا في نهاية المطاف يجب أن ترتبط بمشكلة البحث وتكون لها علاقة، يعني على الأقل تفيد المستقبل إذا كان في تنفيذ دراسات جديدة أو اتباع ما وصوا به هذا البحث. كذلك الالتزام بشروط الجائزة أيضا هذا مهم، يعني مثلا عدد الصفحات، عدد الكلمات، الأسلوب التوثيق، هذا على سبيل المثال، يعني في ناس لا يلتزمون بهذه الأشياء. الأصالة والحداثة، أين تظهر الحداثة والأصالة؟ في البحث نفسه، هل البحث مكرر؟ هل البحث يعني يأتي بشيء جديد؟ وهذه لما تساوي تضيف شخصية البحث زائدا شخصية الباحث تطلع بأصالة أو بشيء جديد. يعني في فرق أيضا بين الأهمية التربوية والأهمية الإحصائية. شو معنى الكلام ده؟ هنالك أحيانا بكون مثلا بحث شبه تجريبي أثبتت أن التريتمنت التدخل اللي عملناه أدى إلى فرق لدلالة إحصائية من الاختبارات القبلية، مثلا لما نقارن الاختبار القبلي والبعدي نجد أن هنالك فرق له دلالة إحصائية لصالح الاختبار البعدي. طيب إذا كان هذا الفرق الدلالة الإحصائية، ما هو حجم الدلالة الإحصائية؟ يبقى إذا كان بسيط حاجة بسيطة، يعني يجب أن نوازن بين الدلالة الإحصائية والأهمية التربوية، يعني لا يمكن أن نغير نظام تربوي بناء على يعني فرق إحصائي ودلالة إحصائية بسيط، لابد أن يكون significant شوية أو حجم الأثر بتاعه واضح حتى أنه نغير هذا الأسلوب ونغير هذا الممارسة. وبالتالي الأهمية التربوية يجب أن تكون ظاهرة بطريقة كبيرة حتى أن نؤدي هذا البحث إلى تغيير مثلا في الأساليب المستخدمة في الوسط أو وسط ذلك البحث. ولذلك الأهمية التربوية والتطبيقية لا ينتبه أغلب الباحثين المقدمين للجائزة للفائدة المرجوة من البحث والفوائد الكثيرة المرجوة من البحث، ومع ذلك يعني لا تذكر،
وما يهمنا أيضا مدى مساهمة هذا البحث في تحقيق الجهة الراعية. قلنا نتكلم عن المؤسسة، المؤسسة تسعى إلى التميز، تسعى إلى نشر ثقافة البحث التربوي. أين هذه الأشياء من بحثك؟ هل البحث يحقق ثقافة البحث التربوي؟ هل هذا البحث يؤدي إلى نقلات نوعية في عمليات التعليم والتعلم ولا لا؟ هذه مهمة جدا لا بد أن نركز عليها، لأنه البحوث المقدمة للجائزة تختلف عن البحوث المقدمة للنشر. هذه نقطة مهمة جدا يجب أن يفهمها أي مشارك، لأنه النشر له قواعد معينة والجائزة لها قواعد معينة تختلف. نحن نركز على الأهمية التربوية، نركز على مدى تطبيق في بيئات أخرى، نسعى إلى مدى أن يقدم هذا البحث نموذج لإثراء البحث التربوي وما شابه ذلك. أما البحوث التي تقدم للنشر يعني تلتزم بقواعد المجلة، قواعد المجلة أحيانا تختلف كثيرا عن قواعد الجائزة قدامنا هنا يعني. وهنالك بعض المساهمات تجينا من لها جوانب أو نحن نعتبر هذه من البحوث النفسية. نحن نهتم بالبحوث التربوية وليس البحوث النفسية. البحوث النفسية ده مجال آخر يعني، وبالتالي في ناس يتكلموا عن مشكلات نفسية، مشكلات mental health، مشكلات مع أهمية هذه البحوث، ولكنها لا تصنف ضمن البحوث التربوية، وبالتالي لا تأخذ حقها في التقييم أو يحصل لها أو تقيم، ولكن تقيم بطريقة ليست في صالح البحث. ولذلك لا بد أن نفكر في البحث يجب أن يكون تربوي 100%. أحيانا الباحثين لا يقدمون يعني بحثهم بطريقة جيدة من خلال الضعف اللغوي المصاحب، وبالتالي يعني تفقد أو يفقد البحث الجوهر بتاعه ويفقد كثير من المعاني الواضحة. يعني الأخطاء اللغوية والنحوية والطباعية تؤثر كثير على أصالة البحث وتؤثر على قيمة البحث، يجب أن ننتبه لها. هذه بعض الأشياء اللي تصل قبل كده وصلتنا من الماضي. يعني مش هتكلم عن البحث التربوي وليس كتاب تربوي، فوصلتنا في الماضي كتب تربوية أنا يعني أشياء كبيرة جدا، 200 صفحة 300 صفحة كتاب، دواوين شعرية، قصص أدبية، تأملات شخصية. التأملات الشخصية طبعا لا تقوم على فلسفة ولا تقوم على إطار نظري، وحتى خطب سياسية يعني لها علاقة بالكذا يعني. فدي من الأمثلة التي لا تعتبر بحوث، ودي طوالي ترسب في المرحلة الأولى لأنها ليست بحوث إنما مجهودات في شكل كتب أو دواوين شعر أو قصص. هذه لا تخدم الجائزة ولا تنصب في القوالب التي تستخدم لتقييم هذه المشاركات. طيب احنا لسه متأخرين شوية في عمليات التحكيم. آلية التحكيم من المرحلة الأولى إلى المرحلة الأخيرة. المرحلة الأولى تهتم يعني تحكيم أولي بشأن مدى توافر الشروط، البحث مكتمل، تأكد من سلامة، اكتمال مطلوبات التقديم، اكتمال عناصر البحث التربوي وأي ملاحظات أخرى. هذه تتم بين اللجنة وبين إدارة الجائزة. المرحلة الثانية اللي هي للتحكيم الخارجي، اختيار المحكمين وإرسال البحوث للمحكمين واستلام تقارير المحكمين. طبعا عشان نضمن سرية التحكيم وحياديته نختار محكمين في تخصص ولكن من غير دول المنشأ. يعني بحث من الإمارات يحكمه شخص من دولة أخرى، اثنين أو ثلاثة من دولة أخرى في نفس التخصص. لماذا؟ عشان نضمن الحيادية في عملية التحكيم يعني، لأن احنا عملية التحكيم هي التي تحدد أن البحث ده يمشي لقدام ولا ما يمشي لقدام، يفوز ولا ما يفوز وهكذا. فاختيار المحكمين تقوم على آلية أيضا، عندنا احنا يعني داتابيز بالنسبة للمحكمين في الوطن العربي من كل الدول، وبنشوف نرى وين البحث يتعلق بأي موضوع، ما هو المحكم المناسب. اوكي، فاختيار المحكمين بيتم بطريقه يعني موزونه فيها توازن بين بلد منشأ البحث وبلد منشأ المحكم. نرسل البحث وننتظر بعد اسبوعين او ثلاثه ياتينا البحث راجع. بعد ذلك تدرس او نعكف على دراسه تقارير المحكمين، لان هنالك ايضا بعض المشكلات احيانا بالنسبه للمحكمين، قد يرى اشياء نحن لا نراها او قد يفهم شيء نحن فهمنا له شيء ثاني، فتراجع تقاريرهم بطريقه
وهل كان موضوعيا، وأين الأدلة التي تستند عليها وهكذا. لأن نموذج التحكيم موجود، يعني ممكن ننظر إلى هذا النموذج نشوف كيف تحكم هذه البحوث. هذا النموذج الذي يرسل إلى المحكم الخارجي، وفيه العناصر كلها: أصالة البحث وأهمية البحث وأسئلة الدراسة وأهمية الدراسة ودقة تحديد المشكلة ومصطلحات الدراسة والإطار النظري والدراسات السابقة ودقة الإجراء. يعني كل شيء موجود هنا من الألف إلى الياء. ونطلب من الباحث أو من المحكم أن يحدد وين نقاط القوة في هذه، في أصالة البحث، وين الضعف إذا كان ضعيفة، أين تقع أهمية البحث، وين نقاط القوة التي ذكرها، وهكذا. دي الجزئية الأولانية. الجزئية الثانية كميا: أهمية الموضوع وأصالة البحث وتحديد المشكلة ودقة الإجراءات وسلامة النتائج، كلها تعطى أوزان، تعطى درجات، وكل واحد من هذه العناصر له وزن محدد. مثلا أهمية الموضوع عندها أكبر وزن اللي هي 3، كويس، 3-2-3-2، هذه هي أوزان العناصر، كويس. فنحن نعطي الدرجة من 5 هنا، درجة لأهمية الموضوع من 5 وإلى سلامة اللغة من 5، ونحولها نضربها في وزن حتى نصل إلى الدرجة النهائية هنا. أوكي، يبقى إذا منحنا مثلا 5 نضربها في وزن العنصر حتكون 15، وهكذا. فده مجموعهم 100، فأي بحث بيصل إلى 70% معناه يمكن أن ينظر فيه، وفي احتمال أنه يرشح، وفي احتمال أنه يحكم مرة أخرى. إذا لم يحقق 70% معناها لا يستاهل أن يمشي إلى المرحلة الثانية. أيضا بصورة عامة نتكلم عن نقاط القوة والضعف في الجانب الأخير، ومدى مساهمة البحث في تحقيق رؤية وأهداف الجائزة أيضا مهم، يجب المحكم أن يعني يعمل ريفلكشن على ذلك. والرأي المحكم النهائي: هل يفوز بالجائزة أو يرشح للفوز بالجائزة أم لا يرشح، والأسباب. إذا كان البحث يرشح للجائزة أكتب لنا لماذا يرشح، وإذا كان لا يرشح للجائزة أكتب لماذا لا يرشح، وإذا كان يرشح بعد إجراء التعديلات أكتب ورينا ما هي التعديلات المطلوبة. يبقى هذا النموذج هو النموذج الذي يرسل مع البحث المحكم عند العودة. جينا نحن ندرس هذه الآراء ونصل إلى، يعني اللجنة تصل إلى قرار توصية فيما يتعلق بقبوله أو رفضه. يبقى الآلية واضحة جدا وشفافة، ويعني لم تكن هنالك مشكلة. أحيانا تكون في مشكلة في بعض المحكمين لهم نظرتهم الخاصة في البحث، وبالتالي يعني إذا مثلا عندنا 2 محكم قد نجد تناقض أحيانا، يعني مش كثير، ولكن في بعض مرة أو مرتين بحصل التناقض، يعني المحكم الأول يقول نعم والمحكم الثاني يقول لا، وبالتالي دور اللجنة أن توفق بين هذه المحكمين أو أن ترسل البحث إلى محكم ثالث حتى يكون هو الفيصل في ذلك. المرحلة الأخيرة اللي هي تقييم تقارير المحكمين ورأي اللجنة، الذي يهتم بأول حاجة أن نحلل وندرس تقارير التحكيم الخارجي، نتأكد من موضوعيتها ويعني أهميتها ولم تكن هنالك فيه إشكالية، بعدين نتخذ القرار المناسب بذلك فيما يتعلق بالتوصية لجائزة، بمنح جائزة لهذا البحث أو ذاك. وده جدول زمني تقريبا لإجراءات التحكيم، شايف من المرحلة الأولى، المرحلة الثانية، الثالثة، الرابعة، إلى المرحلة الأخيرة. المرحلة الأولى اللي هو ترسل الأبحاث مباشرة للمؤسسة، والمؤسسة ترتبها هناك وتشوف شو الموجود وشو الناقص، وبعدك تحول على اللجنة. المرحلة الثانية اللي هو ترسل الأبحاث للتحكيم في موعد غايته 20 من كل شهر، طبعا غيرنا في المواعيد شوية من السنة المضت يعني. المرحلة الثالثة نستلم نتائج التحكيم. المرحلة الرابعة يعني نرفع تقرير إلى مجلس الأمناء بالتوصية إذا كان هنالك بحث فائز ولا لا. والمرحلة الأخيرة اللي هو إعلان عن طريق المؤسسة، تعلن الفائز بجائزة، في ومعروف أن تسليم الجوائز كانت في حفل يقام في نهاية المطاف. ويبقى اللجنة ترتبط بالتوثيق لهذه البحوث المقدمة وتحليلها بطريقة جيدة، وترفع توصيات بالنسبة للجنة لمجلس الأمناء. لا نستغرب أنه في أكثر من دورة أو دورتين يكون ما عندناش فائز،
عادي جدا، لكن في كثير من الأحيان والآن خاصة بعد ما زادت نسبة البحوث بيكون عندنا أكثر من فائز. يعني في السنتين الأخيرتين كان في 4 فائزين في كل دورة، أو تقريبا 3 و4 هذه السنة يعني. وهذا لا يعني أنه هنالك يعني لا، الناس تقدم وكل شيء، ولكن يكون في طريقة يعني مرتبة وطريقة مقبولة بالنسبة للمتقدم وبالنسبة للجائزة. تقريبا وصلنا إلى النقطة الأخيرة من التقديم. في جزئية أخيرة برضو مهمة جدا جدا حق الناس يلاحظوها، اللي هي أخلاقيات البحث التربوي. يبقى ما هي الأخلاقيات إذا كان هنالك خلل في البحوث من حيث أصالتها، من حيث تقديمها، من حيث يعني التحكيم بتاعها، أو هنالك إقرارات غير صحيحة، أو هنالك أدلة على أن هذه البحوث مستلة من ماجستير، رسائل ماجستير أو دكتوراه، هنا تسحب الجائزة. ليه؟ لأنه أخلى بشرط من شروط الجائزة، تعتبر من أخلاقيات البحث التربوي أنه لابد أن نعطي من يستحق الفوز، ولابد أن نحرم أو نحرم من لا يستحق الفوز. يبقى معناها تسحب الجائزة من الفائز إذا تبين لاحقا أن البحث كان مستلم من رسالة علمية وحصلت قبل كده يعني، أو غير عمل الباحث مأخوذ من شخص ما أو من كتب أو من أشياء أخرى يعني. فهنا تسحب الجائزة ويلاحق هذا الشخص إذا سلم الجائزة، سلمت الجائزة المالية والأدبية، كلهم تسحب منه مباشرة، لأن هذه ليست من أخلاقيات البحث. تقريبا انتهينا من العرض. هذا الرابط اللي ممكن للذين يودون التقديم أن يقدموا عن طريق هذا الرابط اللي على موقع الجائزة. نحن جاهزون كالعادة للاستفسارات والأسئلة، وإذا استفسرت عن طريق الجائزة أهلا وسهلا، وإذا عن طريق اللجنة أهلا وسهلا، ونحن هنا في المساعدة وفي مساعدة الباحثين والباحثات في أن يتقدموا لهذه الجائزة، حتى أن نحتفل بالتميز، وحتى أن نحقق رؤية الجائزة في هذا المجال. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.